حكاية يوسف. يوسف يا جماعة كان معانا في إيفنت آيرون مان، معدي بالعجلة بتاعته لقى واحد قاعد عطلان بالعجلة. طبعا قال لك أنا خارج السبق كده كده نتيجة للإصابة اللي عندي في كتفي، فهبدل معاه العجل وكمان الشوزات، يعني ياخد الشوز بتاعت الجري وياخد منه هو الشوز بتاعته. وقرر فعلا يقعد يستنى في الطريق ده على رغم أنه ممنوع منعا باتا أي عربية تعدي. عدى الأونر، طبعا أنا عديت أكتر مرة ولقيته قاعد زي ما هو، فاستأذنت الأونر هل ينفع نوصله؟ قال لي طبعا، إيه المشكلة. خدت يوسف بعجلته ووصلته لغاية عربيته، وده علشان فعلا حسيت بجدعانة يوسف إن هو بدل عجلته عشان حد تاني أو مشترك تاني يشترك أو يكمل ويبقى عنده فرصة أكتر. علشان جدعانتك يا يوسف هتلاقي كل حاجة كويسة بتحصل لك، عشان كل خير بتعمله هتلاقيه.